أول مطلب للشعب هو التحقيق في قطع الأراضي التي تم تقسيمها على أساس المحاباة والأقارب، حيث نلاحظ في وجود العائلة الواحدة من 5 أشخاص حتى إلى 7 أشخاص. تبقى في لجنة التحقيق في السكنات الاجتماعية، لجنة التحقيق في العقارات، لجنة التحقيق في الأراضي. نطلبوا من السلطات تشوف الزوالي وش راه يعاني في هذه البلدية من تهميش وحقرة.